فرات أندلسية المغرب وشوق الأصالة في لوحة رائعة أروع من روعة وأجمل من الجمال. ليلة قضيناها في الحقيقة استمتعنا من خلالها بهذه الشجرات في الطرب الأندلسي وكذلك شجرات من السماع الصوفي. هي ليلة متميزة بها نسكن الستار على فعاليات أيام الثقافية والفنية لمدينة مكناس والتي نظمتها الجمعية الإسماعيلية الكبرى ومؤسسة ثقافات العالم بشراكة مع جماعة مكناس. تحية لجمعية الإسماعيلية الكبرى، تحية لمؤسسة ثقافات العالم، تحية لجماعة مكناس وتشجيع كبير لهذه الفرقة. ونطلب من السيد رئيس الجمعية والسيد نائب رئيس جماعة مكناس أن يلتحق لأخذ صورة مع المجموعة، مجموعة القران أندلسية المغرب. الأستاذ بن عبد الجليل رئيس نائب رئيس المكلف بالشؤون الثقافية والفنية، الأستاذ توفيق حميش رئيس جمعية النهضة الأندلسية بمكناس، والأستاذ رشيد طلبي نائب رئيس جماعة مكناس، والسيد جمال التازي رئيس الجمعية الإسماعيلية الكبرى في صورة تذكارية. شكرا للجمعية الإسماعيلية الكبرى، شكرا لجماعة مكناس، شكرا لمؤسسة ثقافات المغرب. لا ننسى أن نشكر اليوم نعيش مع كوران أندلسية المغرب، وأمس عشنا مع كوران براعم الفردوس. إنها مجموعات رائعة. إذا سأترك الحيز لأخذ الصور التذكارية. أكيد أنها ليلة ممتعة عشناها مع هذه الفقرات الجميلة، مع هذه التلة من الشباب من البراعم في هذا المجال، مجال الموسيقى الأندلسية. أصوات رائعة طهوبة عشنا معها. إذا نضرب لكم موعدا مرة أخرى في أيام ثقافية وفنية أخرى لمدينة مكناس، ومواعيد قادمة إن شاء الله مع الجمعية الإسماعيلية الكبرى. إلى اللقاء في موعد لاحق بحول الله.